إذا تكلمنا عن قطر فيمكن تلخيص سر تحقيق الأحلام في 4 عناصر أساسية، وهي الفضول والثقة والشجاعة والثبات، وأعظمها بلا شك هو الثقة والثبات. قطر امتلكت كل الأسرار لتحول حلم المونديال إلى حقيقة ملموسة يعيشها الجميع، ويعيش الجميع أجمل اللحظات فيها من أقاصي المعمورة إلى قلب الدوحة. أهم الأسرار هو الثبات على مبادئ وقيم تثقل كاهل الكثيرين، والكثيرون راهنوا على أن قطر ستنكسر وتنزع ثوب القيم والمبادئ وتتخلى عن درعها الحصين مقابل بريق حلم كأس العالم. على أرض الواقع قطر كانت تثب فوق المستحيل للثبات في مواجهة معارك أخرى. هل تذكرون الحملات التي شنها الغرب؟ وهل تتذكرون ما كانت تقوله الألسن المسمومة؟ قطر ستتساهل في موضوع المثلية وفي الخمور وتسقط عنها آخر أوراق التوت. هل تتذكرون كل ذلك؟ ولكن وأي لكن استدركت قطر فيها الأمور، وهي تتدثر عباءة العزة والكرامة مكرسة إسلاميتها وقوميتها، صامدة في وجه حملات الذم ومكائن الشحن والتشكيك. لا لشعار المثليين، لا للخمور، لاءات جاءت كالرصاص في صدر المشككين. قابلتها حملات وحفلات زار وتطبيل، ومع نهاية الحفلات كانت قطر رابحة والآخرين من أصحاب اليد على الفيه، لا من شافت ولا من درى، يجرون ذيول الخيبة والحسرة. يقال يختبر الذهب بالنار، ولا شك أن قطر اختبرت نفسها وسط نيران مستعرة من المرجفين، وأثبتت أن معدنها ذهب من عيار أصيل وغيرها زبد ذهب مع الريح. نعم، هذه هي قطر، وهذا المونديال اللافت والساطع في سماء كرة القدم والفيفا، وما قدمته قطر في هذا يتعب من بعدها يا أبو عبد الله ويا أبو كميل.